اطول جسر في العالم وملوش اي لازمه، جسر هونغ كونغ موجود في الصين، معمول بتكلفه حوالي 20 مليار دولار، يربط بين الصين والجزيرتين هما ماكاو وجزيره هونغ كونغ. بعد 3 سنين من عمل الجسر ده مفيش ولا عربيه بتدخل من الصين للجزيرتين ولا اي عربيه من الجزيرتين بيقدروا يدخلوا الصين، يعني في اختلاف في جهه القياده. الصين عربيات بتتساق من الناحيه الشمال والجزيرتين العربيات بتتساق في الناحيه اليمين، مفيش اي حد بيدخل من الجزيرتين للصين ولا من الصين للجزيرتين.